أصدر مجلس تنسيق المقاومة هنا بتعز بيانا هاما طالب فيه بوقف المشاورات في دولة الكويت وانسحاب وفد الشرعية من هذه المشاورات فورا كما هو واضح في البيان. أيضا طالب الحكومة الشرعية بالاهتمام بالجرحى ودعم المقاومة لإكمال تحرير مدينة تعز وفك الحصار عنها. أيضا من ضمن بنود البيان أن الشكر للتحالف ومطالبته بالاستمرار بدعم المقاومة وإيصال الأسلحة والذخيرة إلى المقاومة الشعبية. كما أيضا طالب مجلس الأمن بتنفيذ قراره 22/16 وأيضا طالب المنظمات ومنظمات المجتمع المدني بالالتفات إلى مدينة تعز كونها مدينة محاصرة وتعتبر مدينة منكوبة. للتعليق حول هذا الموضوع سيكون معي مقرر مجلس تنسيق المقاومة الأستاذ ضياء الحق الأهدل ليطلعنا على ماهية البيان وسبب إصداره وتداعياته. السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا. إذن لماذا البيان؟ البيان أظنه قام متأخرا في حقيقة الأمر لأمرين اثنين نحن طالبنا بانسحاب وفد الحكومة. أولا لأننا لدينا قناعة كاملة أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالسلم والسلام، وبالتالي فليس من المبرر إضاعة الوقت في التفاوض معها والتشاور مع هذه الميليشيات على هذه القيمة. الأمر الثاني أن 30 يوما أظنه زمنا كافيا تعرف من خلاله الميليشيات وهي تمارس الخروقات. نحن في تعز لم ندعم بهدنة ولم نجد هدنة في الأساس، وبالتالي الوضع المنطقي ومنطق العقل وما يجري من الأحداث يفرض أن لا تكون هنالك حوارات مع مثل هذه الجماعة لأنها متنكرة لكل حوار. وبالتالي أقول وأؤكد أن البيان رغم إثارته اليوم إلا أنه جاء متأخرا عن وقته. طيب ما هي البدائل الآن؟ يعني ماذا ستفعلون بعد هذا البيان الآن سيكون؟ أقول لا شك أن الانصراف الذهن إلى البديل العسكري هو الأمر الحاسم مع مثل هذه الميليشيات، لكن مسألة أن نتحدث عن ونحن في ظل هذه الوضعية التي للدول الراعية ولدول التحالف القرار الحقيقي في هذه المسألة. أقول أنه عندما لا تجدي الحوارات ولا تجدي المشاورات ولا تجدي التفاوضات مع فريق يمارس القتل والسلب، أظن أن المنطق المبرر هو أن تجتمع قوى السلطة الشرعية والتحالف العربي لإنفاذ مهمتهم وواجبهم الإنساني الذي تبنوه مشكورين منذ البداية. جاءت انطلاقة عاصفة الحزب وجاءت انطلاقة المقاومة كرد فعلي وعملي لهذه الميليشيات ومتناسب مع ثقافتها، وبالتالي أقول الحل هو أن يعود الأمر إلى ما كان عليه بصورة أقلى وأوضح وأشد جاهزية وإعداد للحسم العسكري الذي لا خيار مع مثل هذه الميليشيات له. أنت تقول العودة إلى ما كان سابقا، ما هو الفرق؟ يعني أنت الآن في ظل هدنة، في السابق كان قصف وحصار. أنا أقول وأطالب العودة إلى ما كان سابقا من قبل قوى التحالف وقوى المقاومة التي التزمت بالهدنة فيما الميليشيات لم تلتزم بها. اليوم المبرر القانوني والمبرر الأخلاقي والقيمي يبرر لقوى التحالف وللمقاومة أن ترتب صفها وتستأصل هذه الجرثومة الخبيثة بالقوة لأنها لم ترضى بخيار غير ذلك. طيب أن هل التزمتم بالهدنة في الوقت في 30 اليوم الماضية؟ لا شك هذا أمر واضح ومبين، نحن علمنا واتضح لدى الجميع أن الطيران التحالف العربي لم يكن محلقا، أن المقاومة كانت مواقفها فقط مجرد صد للعدوان أو ردا لهجوم أو دفاعا عن نفس، فيما الميليشيات مارست قصفها إلى وسط المدينة وأراقت دماء الأبرياء من المدنيين. وبالتالي أقول كان التزامنا مؤكدا بدليل أن الطيران كتحالف عربي التزم بالهدنة، ولكن هذه الميليشيات هي التي لم تلتزم بالهدنة منذ بدايتها. طيب الآن المواطن هنا في تعز، المواطن في تعز وضعه لا يحتمل كما سألنا واستشرنا ولا أخذنا استطلاع للرأي هنا في تعز، المواطن لم يعد وضعه يحتمل لحروب أو كذا، يعني يحتاج فعلا إلى فك الحصار. بماذا تعدونه خلال الأيام الماضية بعد هذا البيان؟ أقول هذا ما يؤكد ضرورة الأمر الذي ندعو إليه من ضرورة سحب وفد الحكومة والعودة إلى الخيار العسكري مع هذه الميليشيات. المواطن لم يعد يحتمل، وبالتالي نحن جربنا الهدنة فازدادت معاناة المواطن وازدادت مآسي، وبالتالي هو لا يحتمل على أي حال ما دامت الميليشيات
متنكرة كل التنكر. فك الحصار منذ أكثر من شهر وخمسة أيام، وكان اتفاق على فتح المنافذ مع هذه الميليشيات هنا في تعز لجنة التهدئة، ولكنها لم تلتزم بفتح المنافذ. إذن التهدئة المزعومة، التهدئة الوهمية، زادت معاناة المواطن بها، وبالتالي نحن نقول أن المواطن لم يحتمل الحصار، وأن الحسم العسكري هو الخيار لفك الحصار كونه فشلت الخيارات الأخرى مع هذه الميليشيات. طيب أيضا من ضمن بنود البيان أو أهميته أن هناك رسائل للمجتمع الدولي، ما هي رسائلكم؟ نحن ضمننا في بياننا وخاطبنا من خلاله الوفد الحكومة والسلطة الشرعية والمنظمة الدولية والدول الراعية، كلهم بما هو واجب عليها أدبيا وأخلاقيا من ضرورة القيام به، سواء تمثل ذلك بوفد لفات الحكومة بالانسحاب من المشاورات، الحكومة بضرورة ترتيب أوراقها بدعم المقاومة الشعبية بما يحقق الحسم العسكري، الدول الراعية ودول التحالف بإنفاذ أو بالعودة إلى المساندة الفعلية والميدانية من خلال التغطية الجوية ومساندة المقاومة الشعبية وإمدادها بما يلزم لتحقيق الحصار، المنظمات كذلك في الجوانب الإغاثية والجوانب الضاغطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. طيب الآن بعد ما أصدرتم البيان، هل يعني ذلك أن خلاص ستبدأ الحرب الآن من الأيام القادمة أو ماذا؟ نحن في الحقيقة نتفرع عن سلطة شرعية، وإن كنا مقاومة شعبية في تعز نرى هذا الخيار، لكننا لازلنا ننتظر القرارات الحاسمة من الدول الراعية ومن وفد الحكومة للانسحاب لنعلن ساعة صفر لعودة الانطلاقة، إلا أننا نحتفظ بحقنا في الرد والصد العدوان ومنع التسللات في كل الظروف. ضياء الحق الأهدى المقرر مجلس تنسيق المقاومة، شكرا جزيلا لك. كما أوضح الأخ الأستاذ ضياء وحول البيان الذي أصدروه أنهم يطالبون وفد الشرعية ويطالبون بوقف المشاورات هناك وانسحاب وفد الشرعية كما هو واضح في هذا البيان. أيضا نأخذ رأي المواطن، رأي المواطن العادي هنا في تعز حول هذا البيان وحول الهدنة المعلنة منذ 30 يوما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أحد المواطنين هنا. نحن هنا في شارع جمال، بدأنا في مسيرة ثورة 11 فبراير، وسنظل ندعو ونوجه رسالة إلى مجلس الأمن حول هذا الخروقات الذي يستخدمها المخلوع صالح وميليشيات الحوثي في خرق الهدنة والقذائف الذي ما زالت في محافظة تعز في هذه الحالمة المنكوبة. هل عشتم هدنة؟ هل يعني الآن مجلس تنسيق المقاومة يطالب بوقف المشاورات ويقول أنه لم يشعر المواطن بهدنة، أنت كمواطن بماذا تشعر؟ أنا كمواطن من بداية حوار الكويت ونحن نرى ونسمع طلقات الرصاص والقذائف في كل حارات المدينة، وخاصة مطار تعز القديم والأحياء السكنية في المسبح وفي ثعبان، ما زلنا نرتهب خوفا من هؤلاء الطغاة الذين ما زالوا يخترقون الهدنة. يعني هل تؤيد هذا البيان، بيان المقاومة؟ نؤيد بيان المقاومة بشكل خاص وعلى رأسهم الملك سلمان حفظه الله والمملكة العربية السعودية ودول التحالف. شكرا. ايضا ناخذ هنا احد الاخوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال ان شاء الله؟ طيب الان يعني رايك في البيان الذي اظهرته المقاومه؟ نطالب من الوفد الحكومي ايقاف المشاورات والانسحاب فورا من دوله الكويت نتيجه النظر لاختراق الهدنه من قبل والحصار المفروض على مدينه تعز من قبل الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ولا يوجد هدنة إطلاقا. يعني أنت تؤيد بيان المقاومة؟ نؤيد، أكيد تؤيد. طيب الهدنة هل شعرتم حتى ولو أقل فارق بين الأيام السابقة وأيام الهدنة؟ هل هناك فارق؟ لا ليس فارق، عدو الزاد يعني زادوا يعني زيادة، يعني سهلت الأمور عندهم يعني وأخذوا نفس طويل لاختراق الهدنة والتعزيزات. أيوة. شكرا. أيضا نأخذ هنا أحد الأخوة. السلام عليكم اخي العزيز. السلام عليكم. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. هذه بنتك؟ طيب هل شعرتم بالهدنه خلال الايام الماضيه؟ 30 يوم مر الان. والله ما في هدنه نهائيا. انا جالس في باشا، طبعا عندنا واصل الرصاص والاشتباكات هناك بشكل متواصل، الدفاع والضباب الجبل الان نشوفهم كله واصل اختراقات الهدنه والقذائف حولنا المناطق بشكل عام. يعني هل تؤيد البيان انسحاب الوفد الحكومي من المشاورات في الكويت؟ اكيد اكيد كل حين. لماذا؟
لانه ما فيش هدنه، ما حسيناش بالهدنه اساسا. لا تتواجد الهدنه نهائيا، ولا التزام، ما فيش التزام بالهدنه بشكل بتعز بشكل نهائي. شكرا جزيلا مشاهدينا كما نعم أيه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. نحن كلنا نؤيد بيان المقاومه الشعبيه، وشكرا لدول التحالف العربي، وندعي الى الحسم العسكري الوحيد، الحسم العسكري، لانه انا جالس نازح بينه في هنا في صعوبات، وعندنا كم قصف واصل. وايضا انا كل احنا نشكي من هذه الامامه الكهنوتية الذي هي احنا في صراع لا قيام الساعه، على متى الامامه الكهنوتية؟ نريد نتخلص من هذه الامامه الكهنوتية. وعفاش ايضا لانهم سبب اللعبه في اليمن، سبب اللعبه في اليمن. وايضا نشكر قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وسلمان، وايضا ندعو الى الحسم العسكري. كما سمعنا مشاهدينا الكرام المواطنين ومجلس تنسيق المقاومة في بيان